الرقص حلال أم حرام؟ لا اسألي بقى المفتي، يعني اتصلي بدار الإفتاء يقولوا لك رأيك أنت. لا أنا ما عنديش رأي، بهمنا ده رأيك. إفتاء وأنا مش شيخ عشان أفتيكي. أنت صار لك فترة بترقصي وسنوات بترقصي، ليه ما بيك تعطي رأيك؟ ده مش رأيي، ده إفتاء. بعطيكي بوصة، ده إفتاء يا روحي. أنا لا أفتي، اللي يفتي لازم يكون متعلم 7 علوم في الفقه والشريعة، وأنا مش متعلمة، فأنا لا أفتي. طيب ليه دايما بهذا الموضوع تهرب منه دينا، ما بتجاوبي عليه؟ لان له ناس اللي حضرتك تساليهم. انت سالت فيه؟ انت سالت فيه؟ سالت كتير. قالوا لك ايه؟ لا سالت فيه ايه، بس يعني ما سالتش فيه. ما سالتش فيه كل هالعمر؟ لا هنتصل انا وانت دلوقتي بدار الافتاء. ليه ما سالت؟ بتخافي تسالي او ما عبالك تسمع اجابه؟ مش عايزه، يعني ما سالتش، ما جاش في دماغي. طب ليه دايما يعني انا ما بحبش ادخل الفن في الدين عامه. طيب دينا خلينا الدين على جنب، خليه والفن على جنب. طيب بس لانه في اذا بعدك بعض الاحاديث في هذا الموضوع، ودايما بيقولوا وكانه الراقصات ما بيخافوا من ربهم. انت بتخافي ربك؟ علاقتي بربنا علاقه شخصيه جدا، احب احتفظ بيها لنفسي، ومش مصدر اساسا سؤال، لان انا لا بحب خلط الفن بالدين، ولا بحب ان حد يعرف علاقتي بربي، لان دي علاقه خاصه. طيب واذا قالوا المشايخ في هذا الموضوع انه الدين حرام، الرقص حرام، ربنا رأس. لا ربنا يعيني على الحرام، في حرام كتير. والنمة حرام برضو. مين؟ والنمة حرام طبعا، وجيب سيره الناس حرام، مش كده؟ وفي كتير اشياء كمان حرام، في كتير حاجات حرام.